اكبر مشكله من عند الرئيس تاعك ما تروحش عليه ما نقولش انا والله بلديه اوجنا ممكن بعد مصادر تمويل اتكلم على جهات اعمال دول اللي بدات في السنوات الاخيره خاصه من الدول العربيه من 20 25 سنه من ضمن القروض جيب لي ضمانات وجيب لي يوم زياره اطلع تفضل اشرح لنا المشروع اشرح لنا توقعات نسخه الاربعه اللي يجي من النظر اللي يجي من التلوث وقيمه المقاييس اللي يبيها هذه مع الشركه على اصحاب القرار اصحاب الاداره الحديثه والناس اللي ماسكه مع احترامي لهم يصير عليهم مشاكل متواجدين في اعطاء محاضرات وورشه عمل بخصوص المشروعات الصغرى ومشروعات متوسطه ومشروعات متناهيه الصغر بدعوه كريمه من مجالس البلديه المناطق الثلاثه بلديه جالو بلديه قوجلة بلديه شخرة في قاعه محاضرات كليه هندسه النفط في جالو وعلى مدار يومين حاولنا نعطي فكره تعريف عن المشروعات الصغرى ورياده الاعمال ونشر ثقافه ريادة الأعمال في المناطق. حقيقة أصبح العالم يتغير، النظرة تتغير، النظرة الاقتصادية حتى بالنسبة للدول المتقدمة مهتمة اهتمام كبير بريادة الأعمال وحاضنات الأعمال والدعم مقدم من رجال الأعمال والحكومات.